أعزائي المشاهدين متابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في لايف جديد من ليالي شهر شعبان المبارك، الشهر العظيم الذي شهد على العديد من المعجزات الإسلامية الجميلة والتي يعني له مكانة خاصة في قلوب المسلمين. طبعا في ليالي هذا الشهر الجميل نستقبل مع حضراتكم يعني سلسلة من اللايفات المتتابعة في هذه الليالي المباركة، نرصد فيها يعني شكل السماء الصافية، ويعني نحاول تذكرة جميع المشاهدين بالأدعية المستجابة في هذه الأيام المباركة، وتحديدا قبل دخول ليلة النصف من شعبان. طبعا الليلة هي ليلة الرابع عشر من شعبان، يعني تفصلنا على ليلة النصف من شعبان يوم آخر اللي هتكون إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل. طبعا في هذه الأيام المباركة يعني يحبذ للمسلمين جميعا أن يواصلوا الدعاء ويكثروا من الدعاء والصلاة والصيام استقبالا لشهر رمضان المبارك، وأيضا يعني للسعي لنيل المغفرة من الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، وتحديدا أن هذا الشهر الجميل شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل لماذا يعني يصوم رمضان فيما معنى الحديث، فيقول هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لذلك يعني في هذه الأيام المباركة نذكر جميع السادة المشاهدين بمواصلة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والتهجد والصيام من أجل يعني نيل المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وطبعا دار الإفتاء المصرية أكدت أن دعاء ليلة النصف من شعبان وتردده هذا الدعاء في هذه الليلة المباركة طبعا هو أمر حسن ولا حرج فيه ولا مانع شرعا منه. وطبعا هذا الدعاء يعني وقيل أن أفضل الأدعية التي تستجاب في هذه الليلة ليلة النصف من شعبان هو دعاء اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق، فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتطار رزقي، واثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا هذا الدعاء يعني من أفضل الأدعية التي يستحب أن يرددها المسلم في ليالي شهر شعبان وتحديدا في ليلة النصف من شهر شعبان. طبعا هذا الدعاء وذكر الله تعالى والثناء عليه والتوجه إليه بالدعاء كل ذلك أمور مشروعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طبعا نذكر كل السادة المشاهدين بتردد هذا الدعاء ويعني الحرص على يعني اغتنام هذه الليلة المباركة واغتنام ليالي شهر شعبان، ويعني محاولة الصيام في ليلة في يوم النصف من شعبان واستعدادا لشهر رمضان المبارك. أعاذها الله علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.